الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ووضع الميزان. صدق الله العلي العظيم. الموازين التي توزن بها الأشياء، الأشخاص، الطلبات، موازين مختلفة، كل الأشياء لا توزن بميزان واحد. شيء يوزن، يقيم، يقدر بشكله، شيء يقدر بوزنه، شيء يقدر بحجمه. الأشخاص أيضا كذلك، ميزان كل شخص ليس بالضرورة أن يكون ميزانا لشخص آخر. الطلبات، الحاجات، الأهداف تحدد الموازين. أنت تريد أن تتزوج، ميزان تجعله للزوجة، ما هو الميزان؟ الميزان أخلاقها، تدينها، إن كانت خلوقة متدينة قد ينظر إلى جمال شكلها، ولكن عندما تريد أن توزن عالما، الميزان ليس الجمال، الميزان علمه الذي تحتاج إليه، مستوى علمه. تريد أن توزن إمام جماعة، إمام جماعة يوزن بشكله؟ لا، لنفرض أنه شكله ليس جميلا أصلا، ليس مهما، إمام الجماعة يوزن بدرجة عدالته. الحاكم لا يوزن بماله ولا يوزن بشكله، يوزن بتطبيقه العدالة، يوزن بحلمه، يوزن بعلمه في إدارة الأزمات وغير ذلك. هذه الموازين أحيانا تختل، الشيء يوزن بغير ميزانه الصحيح، الشخص يوزن بغير ميزانه الصحيح. إذا انتشرت هذه الحالة، هذه لها تبعات أقول تكوينية، يعني نتيجة تكوينية تترتب على هذا الميزان الخاطئ الذي أشيع، ليس عند شخص وشخصين، أشيع الميزان الخاطئ.
حديث شريف يروى عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: يأتي زمان على أمتي لا يعرفون العلماء إلا بثوب حسن. العالم يوزن بثوب، قيمة العالم هنا لا الثوب الذي يلبسه، الميزان يختلف. ولا يعرفون القرآن إلا بصوت حسن. القرآن قرآن، القرآن لا يوجد كتاب أثمن منه. الصوت كان حسنا أو لم يكن حسنا، القرآن لا يتغير. يستحب قراءة القرآن بصوت حسن، ولكن أن يوزن القرآن بالصوت الحسن هذه مصيبة إذا أشيعت. ولا، هذا الثالث مرتبط بنا إن شاء الله لا يحدث طبعا، سيأتي أو يأتي زمان إن شاء الله، هذا الزمان ليس ذاك الزمان. ولا يعبدون الله إلا بشهر رمضان. فإذا كان ذلك إن شاء الله لا يحدث، طبعا النبي صلى الله عليه وآله قد أخبر أنه سيحدث، وأخبار النبي صحيح، إن شاء الله هذا الزمان ليس ذاك الزمان. فإذا كان ذلك النتيجة التكوينية، أقول أكون نتائج تكوينية، شيء يحصل في الكون له نتيجة تكوينية طبيعية. فإذا كان ذلك سلط الله عليهم سلطانا لا علم له ولا حلم له ولا رحمة له. الميزان إذا اختلف الناس يختلف السلطان. العبادة لماذا هذا الشيء سيحصل؟ أقول سيحصل إن شاء الله، ليس هذا الزمان، لأن الناس لا يدركون قيمة هذه الأشياء. قيمة العالم لا يدركونها، قيمة القرآن لا يدركونها، قيمة العبادة لا يدركونها. العبادة شيئا فشيئا من الممكن أن تفقد واقعها في الناس. على أحسن الفروض عند البعض طبعا، العبادة واجب يؤديها وخلص، هذا إذا كان يؤدي الواجب إن شاء الله. العبادة ليست هكذا، العبادة شيء جدا جدا جميل. الإنسان في خضم الوضع الدنيوي المتعب، المتعب ليس للجسم فقط، للنفس، الدنيا جدا متعبة، الوضع الدنيوي وضع متعب جدا للنفس، في خضم هذا الوضع يخرج من هذا أقول الشيء الذي لا قيمة له، لا أستعمل كلمة ثانية، ليرتبط بالله سبحانه وتعالى. يعني يسمح لك أن تتكلم مع الله عز وجل، يسمح لك
أن تعمل لجلب رضا الله عز وجل في خضم الأشياء السيئة. مرة واحدة الإنسان يخرج من هذه الأشياء السيئة، ينتقل إلى شيء له قيمة. الصلاة جدا جدا جميلة، ناهيك عن وجوبها، ناهيك عن ثوابها. لنفرض الصلاة لم تكن واجبة، لنفرض لم يكن لها ثواب. الصلاة شيء رائع، كلنا نعلم أن المشاكل النفسية سببها بأشكال مختلفة طبعا، سببها نوع التعلق بالدنيا. الصلاة تخرجك من هذه المشكلة ولو للحظات، ولو لفترة الصلاة. هذه الصلاة، بقية العبادات هكذا. توجه العبادة يعني ماذا؟ العمل الذي يكون بقصد التقرب إلى الله، يعني خروج عن الدنيا، يعني خروج عن هذه التوافه، خروج عن هذه الأمور التي لا قيمة لها، أقل ما يقال فيها، إن لم نقول أنها أجلكم الله أوساخ. مرة واحدة نفسيتك تتعلق به جانب آخر ليس بهذا الدنيا، نفسيتك تتعلق قصد القربة إلى الله، يعني فكري يكون مع جلب رضا الله عز وجل. كم هذا مريح، كم هذا مريح نفسيا. والراحة النفسية إجمالا كلنا ندرك إجمالا هذا من البديهيات، وإن كان في التفاصيل يحتاج الإنسان إلى دراسات إلى بحوث. الراحة النفسية تؤثر حتى على الجسم، وضع الجسم يختلف. قبل سنوات قلائل، قبل لعله ما يقارب من 3 سنوات، قرأت دراسة في أحد المواقع العالمية المشهورة، أن شيء لطيف حقا إن كانت الدراسة صحيحة حسب ما كان مكتوب، الإبر التي تستعمل للتبرع بالدم والإبر التي تستعمل لأخذ عينة من الدم للفحوصات العادية، كثيرا ما الإبر تختلف. الإبر التي تستعمل للتبرع بالدم عادة أسمك حسب ما كان مكتوب هناك، الأطباء يعرفون أكثر، فبطبيعة الحال ألمها أكثر. ولكن العجيب أن الشخص نفسه، الذي جرب الإبرة للتبرع بالدم ألمه في هذه في غز هذه الإبرة كان أقل من ألمه في الإبرة التي استعملت لأخذ العينة العادية للفحص العادي. لماذا أقل؟ التبرع في الدم فيه جانب نفسي مريح، أنت تساعد شخصا. الإبر التي تستعمل لأخذ الفحص للعينة، العينة للفحص العادي، ليس فيه جانب نفسي عادة. الأمور النفسية طبعا كيف يكتشف أن هذه أن الألم أكثر أو أقل؟ الشخص نفسه يتعرض لهاتين الحالتين وهو يبين حالته وإحساسه.
العبادة مريحة نفسيا، بالتبع تكون فيها راحة حتى الجسم، يعني تؤثر على جسمك، تؤثر على جريان الدم في عروقك، تؤثر على نبضات القلب، تؤثر على الجسم. البعد الجسمي، البعد النفسي يتبعه البعد الجسمي، الراحة النفسية تتبعها الراحة الجسمانية، وقبل الجسم والنفس الروح. العبادة كم لها تأثير على الروح؟ أصلا تأثيرها الأصلي على الروح. يا مولاي، في ليالي شهر رمضان تقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي، يا مولاي بذكرك عاش قلبي، حياة القلب بالعبادة، وبمناجاتك بردت ألم الخوف عني. الله، كم مناجات، المناجات مع الله جميلة، كم هي مريحة. هذه الراحة التي نجدها راحة نفسية، راحة الروح، هذه شيء أعلى تحصل بالعبادة. العبادة شيء مريح أصلا، بعيدا عن وجوبها، بمقدار الوجوب، بعيدا عن ثوابها، أصلا شيء مريح، شيء حسن، شيء رائع. هناك مشكلة اجتماعية، مشكلة الدلع، مشكلة الدلال الزائد عن اللازم، هذه مشكلة. تبدأ هذه المشكلة مشكلة تربوية، ثم تتبدل إلى مشكلة عائلية، ثم تتبدل إلى مشكلة زوجية، ثم تتبدل إلى مشكلة اجتماعية. مراحل حياة الإنسان، عمر الإنسان، مشكلة في محلها. كلامنا ليس عن هذه المشكلة الاجتماعية، ولكن هذه الحالة أحيانا تحصل للبعض في العبادات. الإنسان أحيانا يصبح مدلعا، مدللا أكثر من اللازم في العبادة. عجيب، إيه يحصل، ليس نادرا، قد أكون أنا منهم أيضا. هذه المشكلة لماذا تحصل؟ لأننا لا ندرك معنى العبادة وقيمة العبادة. أذكر لكم نماذج، طبعا هذه النماذج نماذج بسيطة، لا أقول إنها محرمة، لا لا، الحالة حالة ليست حسنة. السيد المرجع أدام الله ظله الشريف يفتي بأنه الناس الذين يعيشون في بلاد نهارهم طويل غير طبيعي، هؤلاء يجوز الأفضل لهم أن يصوموا كما يصوم بقية الناس، يعني كل فترة النهار، ولكن يجوز لهم أن يبدأوا الصيام من أذان الفجر عندهم، وحسب الساعات يفطرون، الساعات التي يصوم فيها الناس في البلاد الطبيعية كم ساعة يصومون مثل هؤلاء. خذ إليك مدينة كربلاء، كم الكربلائيون يصومون؟ صوم بهذا المقدار على الساعات. لا تريد أن تصوم فترة أقل، صوم على بلاد الخليج، على الكويت فترة الصيام أقصر. لا صوم على ما يصومه المكيون، أهل مكة، مكة أقرب إلى خط الأستواء، فترة نهارها أقصر. شخص اتصل علي يعيش في بلد نهاره
طويل جدا غير طبيعي. قال أريد بلد أقصر فترة صيام ممكن أصوم فيها. لا بأس تريد أن تأخذ بهذه الفتوى، لا بأس. بعض الناس معذورون، بعض الناس الجوع صعب عليهم لأن أكله قليل، لأن عنده بعض المشاكل الصحية، لأنه كبير في السن، لا بأس. بعض الناس بالفعل معذورون، يعني النصف ساعة بالنسبة إلي فترة، أما كثير من الناس ليسوا هكذا. هي مكة أساساً فترة صيامها قصيرة جداً بالنسبة إلى بقية بلاد المسلمين، لأنها أقرب إلى خط الأستواء، نهرها أقصر. لا أريد بلد أقصر شيء ممكن أصوم، هذا معناه دلع، معناه دلال أكثر من اللازم. هذه المسألة التي تحدث مراراً تكراراً، أنا سمعت عشرات المرات، أنتم أيضاً سمعتم كثيراً، يحصل للناس. الشخص يفطر، يأتي بمفطر، يشرب الماء، يأكل بعد أذان الفجر. لماذا؟ لأنه لم يراعي الوقت، يريد أن يأخذ حد الحد، فيقع في مشكلة، خصوصا للأسف الشديد مع وجود بعض التقاويم التي كتابتها غير دقيقة أو العبارات غير دقيقة أو تشوش العبارات على بعض الناس. يا أخي قيل لك أنه يجوز لك أن تأتي بمفطر إلى أذان الفجر، ولكن خذ بعض الاحتياط، ويقع في مشكلة. طبعا يلزم عليه أن يصوم لعله أياما يقضي، غير متعمد، ولكن أخذ القضية على حدها الأخير. هناك رواية صحيحة عبد الله بن سنان عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول للإمام عليه الصلاة والسلام: شخص مسافر لا يصوم، هل يجوز له أن يأتي بالمفطر الفلاني؟ أحد المفطرات، يعني ما يخالف، أنت الصيام ساقط عنك، تأكل قليلا من الطعام، تشرب شيئا من الماء، يلزم أن تأتي بكل المفطرات في النهار؟ يعني أقرأ عبارة الإمام عليه الصلاة والسلام عندما سأل عبد الله بن سنان، طبعا عبد الله بن سنان فقيه، سأل مسألة يسألها الناس عن الرجل يسافر في شهر رمضان ويريد أن يأتي بإحدى المفطرات، فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، أما تعرف، أو في نسخة أما يعرف ذاك السائل، حرمة شهر رمضان؟ إن له في الليل سبحا طويلا. هذا عنده مجال في الليل يسوي هذا العمل، يعني لازم بالنهار، نهار شهر رمضان. صحيح أنه مسافر والصيام ليس واجبا عليه، بل لا يجوز له أن يصوم، لا يجوز له أن يصوم، يعني ماذا؟ يعني لا ينوي الصيام خلاص أصلا، ليس بالضرورة أن يأكل، ليس بالضرورة أن يشرب، لا ينوي الصيام، هذا اليوم ليس صائما. يريد أن يأكل شيئا لا بأس، يريد أن يشرب شيئا لا بأس، ولكن يريد أن يأتي بكل المفطرات في نهار شهر رمضان، إلا أن يقول صلوات الله عليه: وإني إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلا القوت، حد مقدار قليل جدا آكل، فقط لأن أكون أمام الناس، أمام من معي يفهم أنه أنا لست صائما، لأنه في السفر لا يجوز الصيام. بهذا المقدار ما آكل إلا القوت، وما أشرب كل الري، ما أشرب حتى أرتوي. أنت مسافر، المسافر يريد. بعضنا نتدلع، لماذا هذا الدلع؟ لماذا هذا الدلال الزائد؟ لأن الإنسان لا يدرك معنى العبادة. وهذه أمثلة، هذه نماذج لعلها تكون بسيطة، نماذج لعلها تكون عادية، ولكن هذه النماذج تكشف عن وجود عدم استيعاب لمعنى العبادة. ولذا الإمام عليه الصلاة والسلام بحالة تعجب يقول: سبحان الله، يعني ايش في هذا؟
هذا معنى يعني المستفاد من هذه العبارة. يتعجب يعني، لماذا يتعجب؟ لأن الشخص لم يدرك معنى العبادة. العبادة لها روعة، لها قدسية، لها حرمة، احترام. هناك روايات عديدة، قبل أن يبدأ الإنسان بالصلاة يجهز نفسه، يلبس ملابس نظيفة، يتطيب. هذه توجد في الإنسان حالة الاحترام. أنا ذاهب إلى عمل مهم، عمل له احترام، حرمة. ليالي القدر انتهت، وطبيعي الناس المؤمنون في شهر رمضان في خصوص ليالي القدر عباداتهم الفردية تكثر. عظيم. ولكن عبوديتي ما انتهت لله عز وجل، عبوديتي لله عز وجل ما انتهت، ربوبية الله سبحانه وتعالى لي ما انتهت. العبادة سواء العبادة الفردية كالصلاة، كقراءة القرآن، كالصيام وأمثال ذلك، أو العبادات الاجتماعية. العبادات الاجتماعية أيضا لا تقل أهمية عن العبادات الفردية، قد لا تقل. إدراك التأمل، وكان أكثر بالنسبة إلى أبي ذر سلام الله عليه، وكان أكثر عبادته التفكر. نعبد الله، نقرأ قرآن، ندعو، ولكن الإدراك لقيمة هذه الأشياء، اللذة التي يحس الإنسان المؤمن في حال العبادة بها، هذه الأمور يلزم أن لا ننساها شيئا فشيئا، لا يتبدل العمل العبادي إلى مجرد صورة من دون درك مضمون هذه الصورة. العبادات الاجتماعية بسرعة تحصل فيها هذه الحالة، شيئا فشيئا تتبدل إلى شيء روتين اجتماعي. زيارة المؤمن لها قيمة، لها قيمة عند الله عز وجل، تتمكن أن تتقرب بها إلى الله عز وجل، لا تتبدل إلى عمل صوري، هو زارني أنا مزوره، شيء اجتماعي يؤديه وخلاص، عيادة مريض هكذا، خدمة المؤمنين هكذا، الأعمال الاجتماعية العبادية. لا تكون العبادة خاصة بشهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى بكرمه، نسأل الله سبحانه وتعالى بحجته إمام زماننا، أن يكون قد قدر لنا في شهر رمضان في ليالي القدر التقديرات الحسنة، أن يكون قد قدر لنا أحسن تقدير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل حياتنا في طاعته. إلهي كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب. اللهم بصاحب الأمر بأجداده الطاهرين، اللهم عجل فرج إمام زماننا، اللهم أعطه في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع أهل الدنيا ما تقر به عينه وتسر به نفسه، وبلغه أفضل ما أمله
في الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.